بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. ان شاء الله يا جماعة النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي ننادي على ريبورت من خلال الايداف. مبدئيا انا بفترض ان انت تكون عامل ريبورت باي تول انت عاملها، سواء كانت مثلا ريبورت بيلدر او مثلا الجاسبر او مثلا البي اي بابليشر او كريستا ريبورت. فانت المفروض مبدئيا تبقى عارف ازاي تعمل تقرير. بعد كده نخش في المشكلة التانية. طب انا عملت التقرير ازاي ندعي عليها باشمهندس من خلال الاي دي اف؟ ده اللي انا هحاول النهاردة اتعلمه معاك. طيب حضرتك دلوقتي إيه؟ لما هيك ندعي على ريبورت من خلال الاي دي اف مش انت لازم تبقى عامله؟ انا مفترض النهاردة ان انت عامله مثلا من خلال الريبورت بيلدر. فانا هنتعلم مع بعض ازاي انادي على ريبورت انت عامله بالريبورت بيلدر من خلال الاي دي اف. تعال نشوف الفكرة ازاي. انا اللي انا عامل تقرير، التقرير بتاعي انا حطه في هذا المسار، المسار بتاعك اهو، انا عامله مثلا على السي ابراهيم ريبورتس، وده التقرير اللي انت عامله. التقرير اللي انت عامله لو انت عايز تفتحه فانا هفتحه من خلال الريبورت بيلدر بتاع اوريكل. فتح معايا اهو. مبدئيا جمله ال SQL، جمله ال SQL انا بجيب ايه؟ بجيب اسم الاداره واسم الموظف والوظيفه بتاعته وتاريخ التعيين، من جدول ايه؟ من جدول الديبارتمنت وجدول الام، وده شرط الربط بتاعك. بحيث ايه كمان؟ بحيث ان رقم الاداره اللي انا هبعتها لك هيكون موجود في هذا البارامتر، البارامتر انا مسميه ديبت. التقرير ده انت ممكن تعمله بمنتهى البساطة. المشكلة في ايه؟ المشكلة ازاي انت هتقدر تنادي على هذا الريبورت من خلال الاي دي اف. مبدئيا قبل ما اتعلم ازاي انادي عليه من خلال الاي دي اف، انت تعرف ازاي تنادي عليه لوحده، صح ولا لا؟ قالك من خلال اليو ار ال بتاعه، اليو ار ال بتاع الريبورت من خلاله اقدر انادي على التقرير اللي انا عايزه. اليو ار ال اهو، تقدر تروح على اي براوزر وتحط اليو ار ال الخاص بالريبورت وتفتحه. هيظهر التقرير بتاعك. ده طبعا الريبورت سيرفر بتاعك، وده مكان الريبورت انت حاطه في هذا المسار، وبيظهر على انه HTML. طبعا تقدر تخليه PDF، لو قدرت تخليه PDF فاليوزر بتاعك يقدر ان هو يحفظه يبرنت زي ما هو عايز. طيب وده طبعا اليوزر نيم والباسورد، وده الايه؟ وده البارامتر اللي انت عامله علشان تبعت له الرقم اللي انت عايزه. طيب ازاي بقى اقدر احط اليو ار ال دون في الاي دي اف واخلي الاي دي اف يقدر ينادي على هذا الريبورت؟ تعال نشوف. تعال نعمل مشروع، ونعمل انا عملت لك مشروع. تعال نعمل بيج مع بعض، نيو جي اس اف، جي اس اف بيج هنسميها ريبورت كول، ونعمل بين لان احنا طبعا محتاجين بين لان هنكتب كود. الصفحه بتاعتك اهي، تقدر انت تحط فيها الكومبوننت اللي انت عايزه. تعال حط فيها الانبوت تكست، تعال نحط فيها البر. هنكتب هنا في الليبل بتاعه شو ريبورت، يبقى كده تمام. المطلوب ان انا لما اضغط على الزرار ينادي على التقرير. طيب مبدئيا ان انت محتاج كود، فانت دبل كليك على الزرار وبتكتب الكود بتاعك. ايه الكود اللي انت هتنادي عليه؟ تعال نشوف مع بعض. ده الكود بتاعك اهو، تعال نشرحه مع بعض ونشرح ايه الفكره. انت محتاج ان انت تحط لما تضغط على الزرار
تعمل بيج جديده وتحط فيها اليو ار ال. الكلام ده بيتعمل ممكن تعمله من خلال الجافا سكريبت. طب لو انت عايز تنفذ كود جافا سكريبت بتستخدم ايه؟ بستخدم كلاس زي ما انت شايف كده اسمها اكستندد رندر كيت سيرفيس. تقدر الاوبجكت بتاعها تحصل عليه من خلال الكلاس اللي اسمها سيرفيس، جواها ميثود. الميثود دي تقدر من خلالها ان انت تحصل على الاوبجكت اللي من خلاله تقدر تيكزيكيوت كود جافا سكريبت. الكود بتاع جافا سكريبت ايه؟ قال لك والله عباره عن ويندو دوت اوبن. اوبن دي بديها اليو ار ال اللي انا عايزه. اليو ار ال اللي انا عايزه اللي هو ده، مفيش فيه اي مشكله. وزي ما انت شايف انا حاطط كل ده في ايه؟ في متغير سترينج اليو ار ال. لا، الامر بما فيه اليو ار ال اللي انت عايز تفتحها انا حاططها في متغير سترينج. علشان تنفذ كود الجافا سكريبت بتاعك من خلال الاوبجكت اللي انت عملته فوق، بتقول له اد سكريبت وبتدي له كرنت انستنس بتاعتك وبتدي له ايه، وبتدي له الكود اللي انت عايز تنفذه، لا اكثر ولا اقل. طيب تعال نشوف تاثير ده ايه. وخد بالك انا مدي له هنا الاداره كام؟ مدي له هنا الاداره 10. تعال نشوف الكلام ده هينفع يتنفذ ولا لا. تعال نعمل ران. هو دلوقتي بيعمل رن اهو. ادي الزرار بتاعك اهو، لما تضغط عليه شوف ايه اللي هيحصل. هيفتح لك تابه جديده ويحط لك اليو ار ال بتاعك ويعرض التقرير زي ما انت عايز بالظبط، ولكن هيجيب لك الموظفين فقط اللي في الاداره 10 لان انا حاططها في الاداره 10. طيب يا باشمهندس، لو انا عايز دلوقتي، لو انا عايز دلوقتي القيمه اللي انا ادخلها هنا يتعرض على اساسها التقرير، اعمل ايه؟ دي مفيش فيها مشكله. هروح اعرف متغير برايفت انتجر، هسميه مثلا ديبت، واربطه واعمل لي الستر والجيتر بتاعته، مفيش فيها مشكله خالص. واروح على خاصيه الفاليو بتاعت هذا العنصر اهي، سيبريشن، هروح على الديبت بتاعك اهو. اوكي كده انت ربطته بالمتغير. القيمه اللي هتخش هنا هتترمى مباشره فين؟ في هذا المتغير. اقدر ان انا اروح اخد المتغير احطه هنا. يبقى اذا، يبقى اذا احنا اتعلمنا ايه؟ اتعلمنا ازاي ننادي على الريبورت اساسا، فده من خلال اليو ار ال بتاعه. طيب المشكله في ايه؟ المشكله ازاي في الاي دي اف افتح اليو ار ال ده؟ من خلال امر الجافا سكريبت اللي هو ويندو دوت اوبن. طيب امر الجافا سكريبت ده عشان يتنفذ محتاج اوبجكت ينفذه من خلال هذه الكلاس، فاحط لاغيه. طيب تعال نجرب. ممكن حد يقول لي طب انا عايزه بي دي اف، مفيش مشكله، ما انت هتيجي هنا تقول له بي دي اف وتحفظ وتعمل ران للبيج بتاعتك وتشوف تاثير ايه. لو كتبت هنا مثلا إدارة 20 وقلت شو، جاب لك هنا إيه؟ جاب لك هنا الموظفين بتوع الإدارة 20 أهم وعلى هيئة بي دي إف. لو أنت عايز كمان الإدارة 30 وقول له شو، هيجيب لك موظفين الإدارة 30 أهو. وهكذا بالظبط، دول غير دول.
كل إدارة بقى على حسب الموظفين اللي فيها وعلى حسب الرقم اللي أنت هتبعته. يبقى إذا أنت تقدر تنادي على الريبورت بتاعك زي ما احنا قلنا بمنتهى البساطة، ما فيش فيها أي مشكلة. أتمنى اللي يكون الموضوع يعني مش صعب، الموضوع سهل. وأنا آسف يعني على التأخير، أنا اتأخرت على عشان أطلع الفيديو ده، بس معلش هو بس الوقت ما كانش سامح. وشكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.